تضارب الأنباء حول قصف جوي استهدف موقعا عسكريا لنظام الأسد جنوب القامشلي. وفدا النظام والمعارضة يستعدان للمشاركة في الجولة 13 من محادثات أستانا. الأمم المتحدة تدين المذبحة في إدلب، وثلثاء أعضاء مجلس الأمن يطالبون بتحقيق في قصف المشافي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. قتل شخص جراء غارات مجهولة تعرضت لها نقطة تمركز لقوات النظام في قرية الراشدية بريف القامشلي الجنوبي، وفق ما أورده تلفزيون روسيا اليوم، فيما رجحت مواقع موالية للنظام أن تكون طائرة أمريكية قصفت مركز الفوج 54 قوات خاصة تابعة للنظام، ما تسبب بمقتل العسكري راغب موسى السعود. بينما أشار التلفزيون الروسي نقلا عن مصادره أن طائرات للتحالف الدولي كانت تقوم بملاحقة أحد أمراء تنظيم الدولة في المنطقة المذكورة. طبعا ينضم إلينا فواز المفلح عضو الهيئة السياسية للتجمع الوطني في الحسكة معنا من الحدود السورية التركية. أرحب بك أستاذ فواز. بداية، ما هي الدوافع المحتملة للتحالف لقصف مواقع قوات النظام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لك وللسادة المشاهدين. وعليكم السلام. ما حصل أمس في قرية الراشدية التابعة لمنطقة القامشلي والتي تبعد عن جنوب القامشلي بحدود 22 كيلومتر، وهي تتبع للمربع الأمني وللفوج 54 والدفاع الوطني، حيث قامت طائرة مجهولة، ولكن كل التوقعات تشير إلى أنها تعود ل قوات التحالف الدولي بقصف مضافة السيد موسى العلي وقتل ابنه راغب الذي كان يجلس أمام المضافة، حيث لم يجد سوى ساقه ويده فقط. نعم. طيب بشكل عام، ما الأهمية الاستراتيجية للنقطة المستهدفة؟ النقطة المستهدفة بالتأكيد تم إعطاء إحداثية بشكل متعمد من قبل القوات المتحالفة على الأرض من البي واي دي لقوات التحالف، على أنه هذه النقطة يوجد فيها أحد الدواعش فتم قصفها على هذا الأساس، مع أنه هذه المنطقة تخضع لقوات الدفاع الوطني والفوج 154 بشكل كامل، بحيث أنه هذه قوات الفوج 54 والدفاع الوطني موجودة جنوب القرية هاي بحدود 10 كيلومتر أيضا. طيب، هل يمكن أن يكون هذا القصف على هذه النقطة له أي علاقة بمحاولة إيقاف رتل التحالف كان أمس؟ رتل التحالف الذي تم توقيفه دخل بشكل متعمد في البداية، ويبدو أن الدليل الذي كان معهم أرشدهم إلى هذا الطريق، فدخل بشكل متعمد مع العلم أنه على مقربة وفي بداية جسر النشوة كان يوجد حاجز للأسايش التابعة للبي واي دي، ومع ذلك مر الرتل من داخل حاجز الأسايش ودخل إلى جسر النشوة، وتم إطلاق طلقات تحذيرية في الهواء باتجاه الرتل من قبل حاجز الأمن العسكري، فعاد الرتل أدراجه. يبدو أن الرتل دخل بدون تنسيق مع قوات النظام، وإنما تم إرشاده بطريق الخطأ أو بشكل متعمد لإحداث وصلت الفكرة. نعم. أشكرك جزيل الظروف التي نعم. السيد فواز المفلح عضو الهيئة السياسية للتجمع الوطني في الحسكة، كنت معنا من الحدود السورية التركية.
وصلت تعزيزات عسكرية تركية إلى الحدود السورية بعد ساعات من اجتماع مجلس الأمن القومي التركي برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقالت وكالة الأناضول التركية إن التعزيزات وصلت إلى ولاية أورفا على الحدود السورية بهدف تعزيز قدرات الوحدات العسكرية التركية. وأكدت الوكالة أن التعزيزات مكونة من 12 مركبة عبارة عن حاملات جنود مدرعة انتشرت على الحدود مع سوريا. أعلن مجلس دير الزور العسكري المنضوي ضمن قوات سوريا الديمقراطية استعداده لإرسال قواته إلى شمالي الحسكة على الحدود مع تركيا بعد التهديد التركي بشن عملية عسكرية شرق سوريا. ونقلت وسائل إعلام تابعة لمجلس دير الزور المدني عن قائد دير الزور العسكري الملقب أبو خولة إن المجلس قاتل سابقا ضد تنظيم الدولة في الحسكة ويجهز قواته لإرسالها للمدينة مجددا تحسبا لأي خطر تتعرض له المحافظة من قبل الجانب التركي بحسب وصفه. أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية أن جميع المشاركين في محادثات أستانا سيحضرون الاجتماع المقبل الذي سيعقد في العاصمة نور سلطان يومي الخميس والجمعة. وبررت فصائل المعارضة مشاركتها على الرغم من تصاعد القصف على إدلب والشمال السوري بأنها تريد طرح ملف المعتقلين في سجون النظام. واعتبر عضو الوفد ياسر عبد الرحيم عدم مشاركة المعارضة يجعل النظام هو المستفيد الأكبر بحيث تخلو له الساحة السياسية ويتهم المعارضة بالإرهاب. معنا من إسطنبول ياسر توفيق الفرحان عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني. أرحب بك أستاذ ياسر. بشكل عام ماذا حققت الجولات السابقة سوى المزيد من الانسحابات العسكرية لصالح النظام حتى تقررون المشاركة الآن؟ مساء الخير وتحياتي لك والسادة المشاهدين. أهلا. بداية للتوضيح، لست مشاركا في جولة أستانا ولم أشارك في الجولة السابقة، لكن عما حققته الجولات السابقة فدعيني أقول بأن انتشار القوات التركية الصديقة في إدلب كنقاط مراقبة منعت النظام من اجتياح هذه المنطقة من تنفيذ خططه بارتكاب المزيد من الجرائم وباجتياح كامل المنطقة لتكون إدلب كحلب كباقي المناطق. كان هذا بالتأكيد بسبب ما حصل من تفاهمات في أستانا. طب إذا بشكل عام ما هي أوراق القوة لدى وفد المعارضة بعد التضييق النظام الخناق على الفصائل في ريف حماة؟ يعني المقاومة التي تبديها فصائل المعارضة على الأرض هذه نقطة قوة. الموقف التركي الصلب والواضح هذا هذه نقطة قوة. التأييد الشعبي يعني للخيار خيار المقاومة أيضا هذه نقطة قوة. ومن يقاوم هم ذات الفصائل الذين يشاركون في المفاوضات على الأغلب، ليسوا جميعا لكن على الأغلب منهم من يشارك بهذه المفاوضات. وأيضا وباتجاه آخر الموقف الدولي المؤيد لموقف المعارضة في إدلب، لموقف المعارضة بشكل عام السياسية، لموقف تركيا ضد العدوان الروسي الأسدي. هذه كلها نقاط قوة. لكن سيد ياسر يعني وفقا لما تقول، نعم، إذا الملفات التي تتحدث عنها المعارضة تحسمها الدول الضامنة، وفق ذلك ما أهمية مشاركة وفد المعارضة لأستانا؟ طبيعة يعني تعرفين بأنها ثمرة تفاهمات ما بين الدول الضامنة. في الجولات السابقة كان هناك دورا للمعارضة. منذ انطلاقة جولة أستانا كانت المعارضة تبدي موقفا تجاه بعض النقاط ولا يتم التفاهم عليها بشكل وافقت المعارضة. ما لم تقبل به سابقا المعارضة لم تتمكن أي من الأطراف من إقراره. وكانت تركيا هي الدولة الصديقة الداعمة لموقف المعارضة، تأخذ رأيها بكل شيء. لا أعرف طبيعة الجولات القادمة ولا أعرف ما ستخرج إليه، لكنني أتمنى أن يتوصلوا في هذه الجولة إلى إيقاف إطلاق النار، إلى هدنة تحمي المدنيين، وأيضا إلى المطالبة بعودة روسيا ونظام الأسد عن المناطق التي قدموها خلال الفترات السابقة. الفكرة. أشكرك جزيلا.
الشكر من اسطنبول السيد ياسر توفيق الفرحان عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني. هذا واستطلعت كاميرا حلب اليوم آراء عينة من السوريين في ريف إدلب حول مشاركة وفد المعارضة في الجولة 13 من محادثات أستانا. نحن إذن مع حضور المؤتمر، مع أنه يحضر المؤتمر بشرط أنه نربط مع الحل السياسي مع الحل العسكري اللي شبابنا كمان اليوم موجودين على الجبهات، ما نخل في هذا الربط الكتير أساسي. بالنسبة لمسار أستانا هو مسار بالأصل عسكري، كان الهدف منه خفض التصعيد، وأنا برأيي هو مسار خاطئ، كان التفاف على الشرعية الدولية وتقويض للقرار 2254 قرارات جنيف اللي كانت بتقتضي القضاء على النظام بشكل سياسي، لكن مسار أستانا قوض العملية الدولية. أنا أؤيد حضور مؤتمر أستانا. الشعب السوري بالنهاية بيهمه وقف شلال الدم مع حفظ حقوق الشعب السوري والحفاظ على كرامته. نرفض ذهاب وفد المعارضة وقوى الثورة السورية إلى أستانا، لأن في الحقيقة يعني ثبت للجميع أن من نفاوضه هو قاتلنا وقاتل أطفالنا ونسائنا وهجر أهلنا وشردنا، فلذلك أصبح من المعيب أن نفاوض هكذا محتل و قاتل للنساء والأطفال ومرتكب الجرائم بحق أهلنا في الشمال. هاي بالنسبة كبداية. والأمر الآخر يجب أن نذكره هو أن اليوم هو أستانا 13 أو أستانا 13، فألم يثبت لهؤلاء الذين يذهبون إلى هناك أن هذا التفاف على مكاسب الثورة وعلى بطولات مجاهدين على الجبهات الذين حققوا الانتصارات؟ مشاهدينا نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. قانون الإفصاح عن الذمم المالية للموظفين في حكومة النظام وتشكيك بشموله لبشار الأسد وعائلته. متغير وتحديات كبيرة، مشاكل وعقبات إدارية ومؤسساتية. نفتح الملفات، نتابع، نفتش عن القضايا التي تهمكم وتمس حاضركم ومستقبلكم. نبحث في الأسباب ونهتم في إيجاد الحلول لها مع المختصين وأصحاب القرار، لأن قضاياكم هي قضايانا. سأكون معكم أنا مصطفى عبد الله كل أسبوع في برنامج قضايا على قناة حلب اليوم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في نشرة أخبار المساء، والتي تحدثنا في جزئها الأول عن الغارة المجهولة التي استهدفت موقعا للقوات الخاصة التابعة لنظام الأسد في ريف القامشلي. وفي متابعتنا لتفاصيل هذه النشرة،
جرت عملية تبادل للعديد من المعتقلين بين الجيش الوطني وقوات النظام في ريف حلب الشرقي. وأفاد مراسل حلب اليوم بأن العملية تمت عند معبر أبو زندين غربي مدينة الباب، وتضمنت الإفراج عن 14 عنصرا من قوات النظام مقابل إطلاق نظام سراح 15 معتقلا من سجونه، وذلك تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والحكومة التركية. قتل طفلان وأصيب آخرون جراء قصف جوي لقوات النظام على قرية كفر زيبة بريف إدلب الجنوبي. وأفاد مراسل حلب اليوم بأن الطيران الحربي استهدف مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، ما أدى لمقتل مدني وإصابة آخرين. من جانبها قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن قوات النظام وروسيا ارتكبت 33 مجزرة في الشمال السوري المحرر خلال 3 شهور، مشيرة إلى مسؤولية القوات الروسية عن مجزرة معرة النعمان، أضخم المجازر منذ التصعيد العسكري الأخير على المنطقة. دعت 10 دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تشكيل لجنة أممية للتحقيق في استهداف النظام وروسيا لمنشآت طبية في إدلب تدعمها المنظمات الأوروبية. تصعيد نظام الأسد وروسيا في ريفي إدلب وحما، تقول المعطيات الميدانية إنه استهدف بشكل واسع البنى التحتية والقطاع الطبي الذي ترعى الأمم المتحدة جزءا منه. ثلث أعضاء مجلس الأمن الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا طلبوا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التحقيق في تعرض 14 منشأة طبية تدعمها المنظمة الدولية في شمال غرب سوريا لهجمات أدت إلى أضرار فيها أو دمار منذ 3 أشهر، مطالبة بفتح تحقيق داخلي ورفع تقرير فوري. مصادر دبلوماسية أممية تحدثت عن طلب مكتب غوتيريش من مكتب الشؤون القانونية الخاصة به مشورة قانونية بشأن لجنة التحقيق المقترحة. مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أبدى عدم ارتياحه من عدم تحقيق تقدم على الصعيد الإنساني في ريفي إدلب وحما، وأضاف أنه ما زال يأمل في الحصول على مزيد من التوضيحات من روسيا حول كيفية استخدامها المعلومات المقدمة من نظام تفادي الصدام لحماية المنشآت المدنية وفق الغرض المقصود منها، وهو حماية المنشآت أم إنها تستخدم لاستهدافها. لقد تجاهلتم في مجلس الأمن الدولي كل المناشدات التي سمعتموها في وقت سابق، تعرفون ما يقع ولم تفعلوا شيئا خلال 90 يوما بينما تستمر المذابح أمام أعينكم. هل ستتجاهلون الأمر أم ستستمعون لأطفال إدلب؟ الأمم المتحدة أعلنت مقتل أكثر من 500 مدني وتشريد ما يزيد عن 440 ألفا آخرين جراء غارات جوية وقصف مستمر على شمال غربي سوريا خلال الأشهر 3 الماضية. إلى ذلك تتعرض النساء النازحات بسبب الهجمة العسكرية على إدلب وحماة لظروف معيشية صعبة، حيث المبيت في العراء وقلة المساعدات وانعدام الخدمات. كارثة إنسانية غير مسبوقة، مذبحة، وتوصيفات أخرى أطلقتها الأمم المتحدة وفريق منسقو الاستجابة شمال سوريا حول ما تتعرض له مناطق إدلب وحماة من هجمات. هجمات من نتائجها نزوح آلاف العائلات لمناطق يعتقد أنها أكثر أمناً، ولكن واقع النساء النازحات هناك يبدو بائساً ويمثل تحدياً كبيراً لهن. فالعديد من حالات الولادة تمت في العراء دون وجود قابلة قانونية وفق ما نشرت الحركة السياسية النسوية السورية على صفحتها في موقع فيسبوك، إضافة لصعوبة تغيير الملابس والاستحمام بسبب انعدام الخصوصية وعدم توفر المياه بحسب الحركة. وذكرت أن النساء النازحات لا يستطيعن الاستلقاء، وغالباً ما يكن مقيدات بوضعيات جلوس محددة أمام العموم، كما أنه لا يوجد مكان لقضاء الحاجة ولا يحصلن على احتياجاتهن الشخصية النسائية. الحركة لفتت إلى تقرير منظمة وورد فيجن الذي استند على لقاءات مع عائلات نازحة في إدلب بداية شهر تموز الحالي،
والذي قال إن عائلة من كل 3 عائلات مهجرة تضم امرأة حامل، وإن 51% من العوائل المهجرة فيها امرأة مرضع وطفل رضيع. تمكنت الفصائل العسكرية من صد محاولات تقدم متكررة لقوات النظام المدعومة من روسيا في تلال الكبانة بريف اللاذقية الشمالي رغم كثافة الغارات الجوية والقصف المدفعي والصاروخي. 3 شهور متواصلة من حرب الشوارع والقصف المستمر، لم تستطع خلالها قوات النظام المدعومة من روسيا وإيران تحقيق هدفها من العملية العسكرية. مركز جسور للدراسات سلط الضوء على ما أسماه العجز والفشل الروسي في اقتحام تلال كبانة بريف اللاذقية الشمالي. المركز قال إن الهدف الرئيسي لروسيا في منطقة الكبانة هو قطع إمداد الفصائل الثورية عن سهل الغاب، كون هذه التلال تربطه بجبل الأكراد، إضافة لرغبتها بوضع خطوة متقدمة باتجاه مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، ولتأمين الطوق حول قاعدة حميميم العسكرية باعتبار الكبانة أعلى قمم المنطقة، ويسهل على الثوار استهداف القواعد الروسية في ريف اللاذقية منها. المركز أوضح أن الفصائل الثورية تمكنت خلال الأيام الماضية من صد ما يزيد عن 10 محاولات تقدم رغم الكثافة النارية وشن الطائرات عشرات الغارات، إضافة لإشراك روسيا وحدات من قواتها الخاصة ومروحيات متطورة من طراز K-52 لأول مرة في سوريا. روسيا الساعية لتقطيع أوصال المناطق المحررة في الشمال السوري أعلنت عبر ميليشياتها السيطرة على قريتي الجبين وتل ملح الاستراتيجيتين في ريف حماة في محاولة للوصول إلى بلدة اللطامنة معقل جيش العزة الذي ما يزال يخوض معارك عنيفة لصد تقدم روسيا وإيران وقوات النظام. كشفت صحيفة روسية عن مقتل مجموعة جديدة من مرتزقة الشركة الأمنية الخاصة فاغنر أثناء مشاركتهم في المعارك الدائرة على الأراضي السورية، وأكدت صحيفة نوفايا غازيتا في تقرير لها مقتل 3 من عناصر الدرع الروسي التابع لفاغنر أواخر شهر حزيران الماضي جراء ما سمته تصادما على حقول النفط شمال تدمر. ووفقا للصحيفة فإن جثثهم نقلت إلى روسيا مرفقة بشهادات وفاة باللغتين العربية والروسية ومختومة من قاعدة حميميم، مشيرة إلى أن سبب مقتلهم يعود إلى نزيف دماغي ناتج عن انفجار. فيما يخص روسيا، أيضا طالبت الخارجية الروسية موقع تويتر برفع الحظر عن حساب السفارة الروسية في سوريا بعد حظره لمهاجمته منظمة الدفاع المدني السوري المعروفة بالخوذ البيضاء. وقالت الخارجية الروسية في بيان نقلته قناة روسيا اليوم إن موقع تويتر حجب الحساب الرسمي للسفارة الروسية في سوريا دون تقديم أي تفسيرات. من روسيا إلى إيران، إذ قالت صحيفة الوطن الموالية إن النظام سوف يوقع 3 اتفاقيات مع إيران لإنشاء معمل حليب أطفال ومعمل أدوية لأمراض السرطان وآخر للسيارات. وأضافت الصحيفة أن العمل جار على الانتقال من التركيز على القطاع التجاري الاستهلاكي إلى القطاع الصناعي، وذلك للوصول إلى مرحلة قوية للصناعة في سوريا. هذا وكشف نظام الأسد عن قرب صدور قانون الإفصاح عن الذمة المالية للموظفين والمسؤولين قبل نهاية العام لكل من سيشمل هذا القانون، لكن هل سيشمل هذا القانون جميع المسؤولين بما فيهم بشار الأسد وعائلته، أم إنه سيطبق فقط على فئة محدودة من الموظفين؟ من أين لك هذا؟ سؤال يطرح على المسؤولين أصبح موجودا في سوريا، لكن السؤال الأهم ما مدى تطبيقه بكل شفافية ووضوح. مدير إدارة التشريعات الوظيفية في وزارة التنمية الإدارية التابع للنظام غياث فطوم توقع صدور قانون الإفصاح عن الذمة المالية قبل نهاية العام.
صحيفة الوطن المولية نقلت عن فطوم أن فكرة القانون تنص على إجبار الموظفين والعاملين بالدولة على تصاريح بالذمم المالية قبل التعيين بالوظيفة العامة وعند انتهاء الخدمة لتبيان ما إذا حصلت زيادة غير منطقية أو غير مبررة في ثروتهم. الهدف من القانون الوقاية من الفساد بحسب ما صرح به المسؤول في نظام الأسد للصحيفة، مضيفا أن المسؤول يحاسب سواء حصل على المال أم على أي مكسب مادي عبر وظيفته بشكل غير شرعي. القانون لا ينفذ إلا بعد ثبوت أن الموظف حقق زيادة غير منطقية في ثروته بعد دخوله الوظيفة، مما يخضعه للتحقيق لمعرفة مصدرها. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل سيطبق قانون من أين لكم هذا في حال إقراره على بشار الأسد وعائلته مثلا، لسيما وأن موقع إنفستوبيديا المتخصص بالمحتويات المالية يؤكد أن ثروة آل الأسد وصلت ل 122 مليار دولار أمريكي، أي أكثر من ضعفي الناتج المحلي لسوريا لعامين متتاليين. عند دخولنا في عمليات الحساب وفق المعطيات والمواقع المالية المتخصصة، يتبين أن رأس النظام بشار الأسد يملك ميزانية توازي ميزانية سوريا، فمن أين له هذا؟ أما رفعة الأسد عم بشار، وفي تقرير لصحيفة ليفيغارو الفرنسية، أصبح تحت مجهر القضاء الفرنسي بقضايا فساد وتهرب من الضرائب، لتكشف أنه يملك أكثر من 500 عقار تفوق قيمتها 600 مليون يورو فقط عدا عن الحسابات البنكية. أفلا يحق للسوريين أن يسألوا من أين له كل هذا؟ مشاهدينا، هذه النشرة متواصلة وتتابعون فيها أيضا. اختتام معرض هراكول للكتاب في القامشلي بعد إقبال كبير من قبل الزوار ودور النشر. من الصين لكندا لأمريكا لكتير من دول العالم. شمال جنوب شرق وغرب. لكل يلي عم بيدور على مقاطع طريفة وخفيفة فيها غرائب وعجائب. كونوا معي، أنا آلاء الأحمد، كل أسبوع على شاشة حلب اليوم الفضائية. في شوارع سوريا، بين أبنيتها وأسواقها وأماكنها العامة، نتجول لنتعرف سوية على أبرز أنماط حياة السوريين المعيشية والترفيهية. فكونوا معنا في جولات.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في نشرة أخبار المساء، وكنا تحدثنا فيها عن القصف الجوي الذي طال موقعا عسكريا للنظام في قرية الراشدية جنوب القامشلي، كما تطرقنا إلى إدانة الأمم المتحدة ما وصفتها بالمذبحة في إدلب، ومطالبة 10 دول أعضاء مجلس من أعضاء مجلس الأمن بإجراء تحقيق حول استهداف المنشفي. كذلك تناولنا خبر قانون من أين لك هذا الذي يعتزم نظام الأسد إصداره نهاية العام الجاري. وفي تتمة هذه النشرة أعلن الجيش الأردني إحباط تسلل 18 شخصا حاولوا تهريب مواد مخدرة من سوريا، ونقل جرب بالصرف الصحي في مدينة حلب الخاضعة لسيطرة نظام الأسد. ونقلت وكالة سمارت عن مصدر طبي أن نحو 271 حالة تلبك معوي معظمها لأطفال وصلت إلى مشفى الرازي في الأيام القليلة الماضية، موضحا أنهم أرجعوا أسباب التسمم للمياه الملوثة نتيجة كشفها عن اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي في حيي الزبدية والجورة. في حلب النظام أيضا تداولت صفحات موالية للنظام تسجيلا مصورا يظهر فقدان فتاة السيطرة على سيارة تقودها في أحد شوارع مدينة حلب. وأظهر التسجيل الذي نشرته شبكة أخبار حي الزهراء الموالية لحظة وقوع حادث واصطدام سيارة تقودها فتاة بسيارة متوقفة في حي حلب الجديدة غربي المدينة. إلى الشمال قليلا من المدينة أقام اتحاد الإعلاميين السوريين دورات تدريبية في مدينة عزاز بريف حلب بهدف رفع سوية الإعلام ورفد المؤسسات الإعلامية بكوادر جديدة. الإعلام الوسيلة التي كانت درع الثورة وصوتها إلى العالم. اتحاد الإعلاميين السوريين أقام ورشات إعلامية عدة في مدينة عزاز بريف حلب الشمالي لعدد من المتدربين المنضويين تحت منصة الاتحاد، بدأت في كيفية التعامل مع الخبر المكتوب وتناوله. المعايير المطلوبة هي بس الشغف أو الرغبة الحقيقية بالتعلم. طبعاً الأعداد كانت كتير ضخمة بالنسبة للمتقدمين والمتقدمات لدورات ضمن الاتحاد، وهي بالحقيقة الدورات بالداخل السوري عم تكون جداً قليلة. سلسلة التدريبات التي يقيمها الاتحاد في المنطقة تشمل التصوير الفوتوغرافي وصناعة التقرير التلفزيوني واختصاصات أخرى بهدف النهوض بالعمل الإعلامي ورفد المؤسسات الإعلامية بكوادر تواكب الأحداث في المنطقة في الوقت الذي تصنف فيه سوريا من أخطر الدول في حرية الصحافة، وتأتي في المرتبة 174 من بين 180 بلد. ما جينا لهون على هي على دورة مدخل إلى عالم الصحافة كرمال نستفيد من المعلومات اللي عم تعطينا إياها المدربة، لنقوي عملنا في المجال الإعلامي، لنستفاد من الخبرات، لنطبق على أرض الواقع المعلومات اللي عم تعطينا إياها المدربة. الاتحاد عم يقيم دورات كرمال يأهل الإعلاميين ويصير شغلنا بشكل أفضل. الإعلام في سوريا المهنة الأخطر، فبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان نحو 600 صحفي قتلوا في سوريا، كان نظام الأسد مسؤولا عن 555 تقريبا، ونحو 20 صحفيا قتلوا بالسلاح الروسي و64 بنيران تنظيم الدولة. أما في الشرق السوري أقيم في مدينة القامشلي معرض هركول للكتاب بنسخته الثالثة، والذي شهد إقبالا جيدا من قبل الزوار بمشاركة 43 دار نشر ومؤسسة ثقافية. في ثنايا الكتب والمؤلفات يبحث رواد معرض هركول الثقافي شمال شرق سوريا عن أنيس لأيامهم المتقلبة مع تقلب الأحوال السياسية، لعلهم يجدون ضالتهم في المعرض الذي افتتح بمدينة القامشلي بنسخته الثالثة. وهالفكرة طلعت من حاجتنا للقراءة، أيضا المثقفين والكتاب بحاجة إلى لقاءات وأيضا لعرض كتبهم بشكل عام، يعني كما قلنا الهدف الأول والأخير أنه يلتقوا المثقفين والكتاب. تحت شعار مجتمع يقرأ مجتمع يرتقي،
تحتضن القامشلي 43 دار نشر ومؤسسة ثقافية جمعتها جدران هذا المعرض. دفاته هذه ضمت 112 ألف كتاب بعناوين متنوعة ولغات متعددة منها العربية والكردية والسريانية والتركية والإنجليزية والفرنسية، فيما وجد البعض فيه وجهتهم لتذوق أنواع كتب كانت محرمة عليهم سابقا. يعني مثل ما بتعرفوا نحن في ظل النظام البعثي ما كنا نقدر نشتري الكتب الكردية الموجودة بلغتنا بكل رياحة وبدون خوف. يعني نحن بهالمعرض عم نشوف هلا هذا الشيء متوفر وأنا بقدر أشتري الكتب اللي بتلزمني بأي لغة كانت. إقبال جماهيري واسع شهده معرض هركل، لا سيما أن نشاطات ثقافية كالرسم والموسيقى وندوات وحوارات تخللت أجنداته، ومع اختلاف ثقافات الحاضرين تختلف الآراء حول محتويات الكتب، إلا أن الثابت المتفق عليه أن أوهن الأمم أمة لا تقرأ. وفي أخبارنا المنوعة لهذا اليوم، وصل معمر أندونيسي يبلغ من العمر 130 عاما إلى مدينة جدة السعودية تمهيدا لتحقيق حلمه بأداء مناسك الحج للمرة الأولى. واستقبلت صالة الحجاج بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة المعمر الأندونيسي أوهي عيدروس سمري رفقة عائلته المكونة من 6 أشخاص ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية. أيضا تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة من أحد الحجاج السوريين كتبها باللغة التركية وصورها داخل بيت الله الحرام تشرح حال اللاجئين السوريين، وتشير رسالة الحاج السوري إلى معاناة اللاجئين الذين باتوا ورقة في يد الحكومات التي لجأوا إليها هربا من الحرب وإلى التضييق الذي يمارس عليهم بشكل كبير. طبعا بدأت قوافل الحجاج السوريين بالتوافد إلى مكة المكرمة تحضيرا لأداء مناسك الحج. كاميرا حلب اليوم كانت في استقبال وفود السوريين ونقلت دعوات بعض الحجاج، نتابع. أدعي إن شاء الله يرد له الأمن والأمان ويستقر الأمان وكل من يرد على بيته بخير وسلام إن شاء الله. والله تكبر حزيني زعلاني وإن شاء الله ندعي له بالمعافاة والصحة والعافية إن شاء الله وترجع بالخير والأمان بإذن الله تعالى. والله بريد البلاد تصير خير وسلامة، بريد الأمن والأمان إلى شعبي وإلى أهلي وإلى كل حجر في بلدي، أنه يعمر ويصير بصحة وعافية ويرجع مثل ما كان وينعم بالاطمئنان ويرجع بالخير والصحة إن شاء الله. إيش راح تدعي لأهل أدلب وحماة الآن عم تنضرب؟ والله بدعي لهم انه يصبروا وحسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله. قبل الختام هذا تذكير بابرز العناوين. تضارب الانباء حول قصف جوي استهدف موقعا عسكريا لنظام الاسد جنوب القامشلي. وفدان نظام والمعارضة يستعدان للمشاركة في الجولة 13 من محادثات أستانا. الأمم المتحدة تدين المذبحة في إدلب وثلثاء أعضاء مجلس الأمن يطالبون بتحقيق في قصف المشافي. بهذا وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى نهاية نشرة أخبار المساء قدمناها لكم من قناة حلب اليوم. لمزيد من التفاصيل والأخبار يمكنكم متابعتنا على كافة وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا على موقعنا الإلكتروني حلب توداي تيفي دوت نت. لقاؤنا يتجدد في نشرات أخرى. إلى اللقاء.